تتشكل المحكمة العليا من 9 قضاة، أحدهم رئيس والثمانية مساعدون، وتعتبر المحكمة العليا في الولايات المتحدة السلطة الرئيسة للفرع القضائي للحكومة، ولها السلطة المطلقة في تفسير الدستور، ويجب على جميع المحاكم الفيدرالية الالتزام بقرارات المحكمة العليا. يتم تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل الرئيس، ويجب تزكيتهم بأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويختار الرئيس المرشحين بعناية من باب الحرص على نيلهم فرصة قوية في الحصول على التأييد، وبما يعكس عضوية مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية والجغرافية. وبمجرد تعيينهم يخدم القضاة لما تبقى من حياتهم، إلا إذا اختاروا التنحي، كما أنهم ينأون بأنفسهم عن السياسة أو التحدث علنا عن القضايا المثيرة للجدل أو التشريعات المعلقة. تتمتع المحكمة العليا في الولايات المتحدة بنوعين من السلطة: الاستئناف، وهي سلطة الاستماع إلى استئنافات القضايا، والولاية القضائية الأصلية، إذ تصدر المحكمة القرارات الدستورية الأكثر شمولاً والأحكام الرئيسة المتعلقة بالقضايا الفيدرالية،